احتجاجات الإيرانيين ضد النظام الحاكم تتواصل وتتسع مع دخول الحركة الشعبية شهرها الثاني. تظاهر الإيرانيون في الشوارع مجددا بعد مرور شهر على اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني. بالتزامن زادت السلطات الأمنية من درجة القمع والاعتقالات التي تواجه بها المحتجين السلميين. منذ بدء الاحتجاجات استخدمت السلطات ثلاثة تكتيكات رئيسية في محاولتها لسحق الاحتجاجات، عبر الاستخدام الواضح للذخيرة الحية واعتقال المحتجين وخنق خدمة الانترنت في مسعى لمنع وصول الصورة من داخل إيران للخارج. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا حول قوات الأمن الإيرانية بمختلف فروعها، وقالت إن القوات هذه مصممة على حماية النظام ومصالحه وليس الشعب. بحسب الصحيفة، مصير هذه الحركة الاحتجاجية يعتمد إلى حد كبير على تماسك وولاء الحرس الثوري وبقية قوات الأمن متعددة الطبقات في البلاد، خاصة وأن هذه الاحتجاجات هي الأكبر منذ عام 2009. حتى الآن لم ترد أي تقارير عن انشقاق أي من القوات الأمنية، إلا أنه ظهرت مؤشرات على أن بعض الذين واجهوا المتظاهرين منذ أسابيع في الشوارع مرهقون ومنزعجون من مستوى العنف، خاصة ضد الشباب، بحسب شخص مطلع على النقاشات الأمنية. ولمنع الانشقاقات، حذر قادة الجيش والشرطة عناصر هذه القوات من أنه في حال انهيار النظام الحاكم فإن المعارضة ستعدمهم، بحسب مصدر تحدث للصحيفة الأمريكية. لكن حتى لو انشق بعض الضباط، فمن المرجح أن يواصل الحرس وقوات البسيج القتال للحفاظ على نظام الحكم. جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة المحلية، كانت قوات البسيج على الخطوط الأمامية في مواجهة المتظاهرين، عملا على قمع الاحتجاجات كما فعلت في الاحتجاجات السابقة. ومع الفشل في ذلك، بدأت مجموعة مختلفة بالظهور في الشارع، وهم أعضاء في وحدة صابرين، النخبة التابعة للحرس الثوري. يشير مختصون بالشأن الإيراني إلى أن صعوبة القضاء على الاحتجاجات تتأتى من أنها عبارة عن حشود صغيرة متفرقة في جميع أنحاء البلاد ومنتشرة على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب على السلطات القيام برد كبير ينهي هذه الاحتجاجات. إيران الملالي حادت عن أيديولوجية تأسيسها وتحولت إلى مجموعات مسيطرة على السلطة تسعى للتربح منها. والحديث هنا لكريم ساجاپور، الباحث في الشؤون الإيرانية في مؤسسة كارنيجي للسلام، في بحث له نشره في نيويورك تايمز. قال الباحث إن فكرة الخميني كانت تحويل إيران لنظام مختلف مع خلق عدو هو الولايات المتحدة لتبرير شرعية النظام. بحسب الرجل، إيران لا تريد أن تنهي عزلتها لأن النظام هناك يزدهر في العزلة، ومن شأن انفتاح إيران على العالم أن يفتح الباب على منافسة من شأنها أن تقود فعليا
من شأنها أن تقود هذا النظام وتفتح المافيات الخاصة، تقود المافيات الخاصة وفق الباحث الإيراني. نيويورك تايمز قالت إن الفساد وسوء الإدارة مسيطران على الاقتصاد الإيراني وما يليه من هجرة للأدمغة، تماما كما هو الحال في مناطق نفوذ إيران في سوريا ولبنان واليمن والعراق. الصحيفة لاحظت التداخل بين الأمن والسياسة والاقتصاد بعدما أصبح الحرس الثوري القوة العسكرية الأكبر في البلاد منسوجا بعمق في السياسة والاقتصاد وهيكل السلطة الإيرانية. ولدى الحرس الثوري مصانع وشركات ومصارف ومؤسسات بنية تحتية وإسكان، إضافة لشركات طيران وغيرها من القطاعات. ومع امتداد أذرع الحرس الثوري داخليا وخارجيا، إلا أنهم ليسوا مسؤولين أمام الحكومة. حتى عندما تصبح معاملات الفساد علنية أيضا، لا توجد رقابة على مصدر أموالهم وما ينفقون عليه، وهنا نتحدث عن جزء كبير من الدولة الإيرانية. وفي ختام تقريرها اعتبرت نيويورك تايمز أن إيران دولة عسكرية يحكمها الحرس الثوري الذي تعتمد ثروته وقوته على بقاء هذا النظام. لذلك يرون أن هذه الاحتجاجات هي تهديد لهم، ما يدفع النظام لعدم تقديم تنازلات أمام حركات الاحتجاج.